يعني ما مش يحسش ان هي بتمثل. ايوه وبعدين انا شهادتي مجروحه في النهايه، طبعا. لا ماليش بس انا دعوه، وانا شهادتي مجروح اعمل ايه بس ماليش دعوه. بعد؟ لا ما انت عارفه انا صريح يعني، لو ما كنتش معجب مش هجيب سيرتها، بس انا طب فعلا بس انا كل ما اشوفك واشوف البرنامج الحلو اللي انت فيه ده اقول كده يا احمد، مش بتقولي تعالي على الاقل اشوف الناس الكويسين دول؟ يا سلام. وبعدين افتكر انا حاجه قلتها لي مره، انت والمدام بتاعتك في اول ايام في اسكندريه حصل ايه؟ شفت مين لا ده 20، ده في احكي موقف. لهم بقى، احكي لهم بقى. والله سبحانك يا رب. لا ده قبل ايه ما ادخل الوسط الفني، كنت لسه بشتغل ايامها يعني مع الاستاذ محمد صبحي باين، كنت لسه بادئ وما كنتش اعرف شيرين، اعرفها كممثله لكن هي ما تعرفنيش. انت قوي كده، لا انت امال ايه ايه، انت لسه وتقيس؟ شفت حاجه؟ ممكن. ده نفساني لا الكوبايه دي خلي بشيلها بالك، لوحدي كده اهو. لا لا تصدق انا ما اقدرش، انا اخاف تقع مني. شوف الظروف، فداخل كانت خطوبتي، كانت خطوبتي مش كده، كانت خطوبه، وقاعدين في اسكندريه في مكان كده، مطعم اسمه سيد درويش على البحر. ففجاه لقيت شيرين داخله، وراحت داخله مسلمه عليا، مبروك عروسه، مبروك عريس. والله وكنتش لسه، ما كناش لسه اصحاب، ولفت الايام وبقينا اصحاب، وانا اللي الحمد فكرتك لله. بالموضوع ده. انت اللي قلت قلت لك لي. فاكره؟ ما انت بقى هتفتكري ايه ولا لا ايه؟ اصل انا بسلم على عرايس كتير وعرسان كتير لا واروح بس اقول كان لهم ممكن اتصور معاكم. والله علمتيني انت الحكايه دي تصدقي. والله. والله مره برضو ايه، بس حبيت اعمل زيك كده، عارفه عند جامعه القاهره، لا لقيت عريس وعروسه بيتزفوا، مش قلت لدرجة، انزل اعمل الواجب. مش لدرجة جامعة القاهرة. ده يعني اتعمل فيا علمتك بس مش عمايل، كده. والله اتعمل فيا عمايل، وما رحتش المسرح يوميا، وكان يوم ده اوعى والله. تكون دعيت عليا لا ولا لا، ما قلت انا مش شتمتني. هنعمل زي شيرين تاني. لا خلاص. والله وعشان يا شيرين، وحشني وانت الشغل كمان معاك، والله. وحشني شغلك اساسا. عايزين نشتغل بقى. انت قاعده في اسكندريه قال اليومين دول كده على طول ولا بشويه وشويه؟ لا لا مش اليومين دول، بتحب ده انا اسكندريه؟ بقالي انا بموت في اسكندرية، مفيش زيها، وفي بحبها الشتاء كمان. وشتا وصيف وكل وقت. وبالنسبة لي يعني عندي حياة بتاعتي، بس تسأل انا فين، انا بس انا جيت لك اهو يا سلام يا سلام. على رموش هنايا. انا حبيبتي يا شيرين، انا النهارده فرحان قوي ان احنا كنا مع بعض، والله وانا فرحان ان انا كمان شفتك وطمنت عليكي، حبيبي. وعايز اطمن الحاجات الجديده اللي داخلها ان شاء الله، هل هتبقى السنه ولا؟ لا على فكره رمضان ما بقاش مهم قوي لا لا ان رمضان احنا برضو نشتغل انا فيه. مقاعد لا المتفرجين والله يعني ده الشغل بعد رمضان بيبقى احلى، والمسلسلات بعد رمضان ان شاء والشغل، الله. ان شاء فان الله شاء الله تشوف ان حاجه شاء الله حلوه كده ان شاء الله. لشيرين ايديك ولمريرة، ومن المرات ان شاء الله. وشوفك دايما متالقه ودايما ميرسي فوق. يا احمد، ربنا نورتي يخليك، النهارده، انت اللي منور، انت وكل حبايبك. ربنا يخليك، نورت معاك، تصبحوا على خير. ميرسي.